مرحبا بكم مشاهدينا وحوار جديد في هذا الصباح اللي بنتكلم عن قطاع تكنولوجيا المعلومات، قطاع واعد جدا وشهد طفره كبيره في السنوات الاخيره في العالم كله وفي مصر، وفي اتجاه قوي من جانب الدوله لتطوير هذا القطاع اللي بيمثل الحقيقه فرص واعده خصوصا للشباب وبيواكب التطور التكنولوجي في العالم كله. مؤخرا الحقيقه كان في جهود كتيره للدوله لتطوير الدعم الفني في هذا القطاع، وبلغة الأرقام هذا القطاع بيساهم ب 5% من الناتج المحلي الإجمالي. الصادرات الرقمية زادت إلى 4.9 مليار دولار، وهذا القطاع حقق ناتج محلي بقيمة 150 مليار جنيه. خلونا نتكلم عن هذا الموضوع بتفصيل مع ضيفتنا الدكتورة شيماء حسن، خبيرة الدعم الفني لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. بنرحب بك يا دكتورة. صباح الخير يا فندم، صباح الخير على المشاهدين. قبل ما نشوف تقرير فيه تفاصيل أكتر عن الموضوع، عايزين نعرف يعني إيه الدعم الفني لقطاع تكنولوجيا المعلومات؟ طيب خليني أقول لحضرتك أنه جهود الدولة وتوجه الدولة الفترة دي بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير الدعم الفني هو كل ما يخص مجال تكنولوجيا المعلومات، وإزاي أن احنا نقدر أن احنا نوصل لتطوير التحول الرقمي، وإزاي نقدر نحول تكنولوجيا المعلومات في مجال النيتورك او الشبكات او الدعم الفني، ازاي ان احنا نقدر نساعد المجتمع او نقدر نساعد بانظمه حديثه للتطور جنرال، ان يكون في تطور بشكل هايل بدون الاعتماد على المجهود البدني قد ما هو مجهود ذهني، بحيث ان هو يقلل وقت ويحاول يتطور اكتر من النواحي العامة في أي مجالات في الدولة. تمام. فالدعم الفني هو كل ما يخص تكنولوجيا المعلومات أو الاي تي، أو كل ما يخص إزاي نقدر نساعد المواطن المصري في تطور أي حاجة ليها علاقة بتكنولوجيا المعلومات بالاتصالات، إزاي نقدر نساعده في حلول أي مشاكل تقنية خاصة بتقنية الحاسب الآلي أو الكمبيوتر أو الإنترنت أو الـ ADSL. طيب هنشوف تفاصيل أكتر في هذا التقرير وبعده نرجع عشان نستكمل حوارنا، خليكم معنا. في إطار استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري ومن منطلق إدراكها بأن الشباب هم كنز الأمة ومستقبلها ورعايتهم تعد من أنجح الاستثمارات التي تعود على المجتمع بالنفع والخير، جاء حرص مصر بقيادتها الوطنية على دعم شبابها لإثراء الحاضر وبناء المستقبل. فالرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتماما خاصا بالشباب وحرص على إعطائهم دورهم في صياغة حاضر مصر وصناعة مستقبلها، وكانت دعوته لبناء وتطوير الشباب المصري نقطة انطلاق لتحرك مؤسسات الدولة كافة من أجل العمل على تأهيلهم تأهيلا حقيقيا من خلال منظومة علمية ممنهجة على أسس وطنية، حيث تم إصدار حزمة من القرارات والتوجيهات لتفعيل دور الشباب في منظومة العمل الوطني، إلى جانب تمني الحكومة وابتكارها لعدد من المبادرات والبرامج لتطوير الشباب وإكسابهم مهارات العمل الحر، مما يتيح المزيد من فرص العمل لهذا الشباب المؤهل بما يتناسب مع متطلبات أسواق العمل، ويساهم بدوره في انخفاض معدلات البطالة وتمكين الشباب من الوصول لفرص العمل بمنصات العمل الحر العالمية والمحلية. ليس هذا فحسب، بل تواصلت جهود الدولة من أجل تعزيز المشاركة المجتمعية لتحفيز الشباب على استثمار قدراتهم من خلال برامج توعوية وتثقيفية تحقق التواصل العلمي والمعرفي للشباب بمختلف مستوياته ومجالاته، وتنشط دور الشباب في خدمة المجتمع بما يحقق الأمن والسلم الاجتماعي ويعود على مصر والمصريين بالخير. بنرحب بكم مرة تانية وبنواصل حوارنا مع ضيفتنا دكتورة شيماء حسن، خبيرة الدعم الفني لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. دكتورة شيماء، كلامنا عن المقصود بتطوير الدعم الفني في قطاع تكنولوجيا المعلومات. طب ازاي القطاع ده مهم، قطاع واعد وبيمثل كمان فرص عمل او بيتيح فرص عمل لالاف الشباب في الفترة اللي جاية والفترة الحالية؟ خليني اقول لك ان هو من اكثر المجالات تطورا ونموا في قطاعات الدولة، قطاع التكنولوجيا المعلومات او قطاع الاي تي او قطاع الانفورميشن سيستم. احنا بنحاول الفتره دي ان احنا نقدم جهود تطوير للشباب المصري الخريجين، ازاي يقدر يشتغل على نفسه بالتدريب والتطوير بحيث ان احنا نوصل بيه لافضل حاجه في مجال او سبل التوظيف او التشغيل، ازاي نقدر ان احنا ناهله ان يقدر بمجرد ان هو يتاهل في جزئيه البرزنتيشن سكيلز او السوفت سكيلز
او مجال النيتورك، هما ثلاث اجزاء مهمين جدا بالنسبه لاي شاب متخرج او حديث التخرج للوصول لافضل فرص في التشغيل او التوظيف او الحصول على فرصه عمل بمرتب مجزي. الجزء الاول هو ما يخص الاي تي او تكنولوجيا المعلومات او النيتورك، او ان هو يكون عنده باك جراوند قويه لمواكبه العصر في مجال التكنولوجيا المعلومات او الشبكات او الدعم الفني. الجزء الثاني ازاي يكون مؤهل نفسه في اللغه، ازاي يبقى عنده باك جراوند اتليست لو راح اي انترفيو او اي مقابله يقدر ان هو يباسنج او يعدي اي انترفيو في جزئيه الانجليش، لازم يكون مؤهل بلغه. تمام. فيبقى الجزء الاول هو جزء النيتورك او الشبكات او الدعم الفني. الجزء الثاني لان ده لا يخلو من اي منظمه او اي منشاه عامه داخل قطاع الدوله سواء قطاع حكومي او قطاع خاص، لازم يكون عنده باك جراوند بجزئيه الاي تي او تكنولوجيا المعلومات، لانها بتوفر وقت وبتوفر جهد وبتوصله لسبل ونتائج افضل في وقت قصير. فخليني اقول لك ان ده الجزء الاول. الجزء الثاني هو كل ما يخص اللغه، بنأهل الشاب من اول ما بيدخل لنا ازاي يبقى الانجليش لانجوج او اللغه عنده كويسه، بحيث انه لو سافر بره مصر او حتى جوه الدوله يقدر يخدم مجتمعه بلغه كويسه ومتطوره. والجزء الثالث والاخير هو جزء الكوميونيكيشن سكيلز، مهارات التواصل، ازاي يقدر يبقى عنده كوميونيكيشن سكيلز او سوفت سكيلز، يتعامل بشكل كويس مع اللي قدامه بحيث ان هو يوصل له انفو او معلومات بشكل بسيط. صحيح. طيب لو اتكلمنا عن التقدم اللي انت رصدتيه من خلال خبرتك في هذا المجال اللي حصل في هذا القطاع في مصر مؤخرا. خليني اقول لك from my back ground experience، الفتره اللي فاتت كنا دايما بنؤهل اعداد كبيره من الشباب للخروج لتوفير فرص عمل برواتب مجزيه. فمن اول ما بيدخل لنا الشاب في اي مركز من مراكز التدريب الخاصه بقطاع الاتصالات تكنولوجيا المعلومات الخاص بشركات الاتصالات، فبنحاول ان احنا وانس ان يدخل لنا المتقدم او حديث التخرج هو بيكون عنده تخوف كبير جدا من فكره ان هل فعلا هخرج مؤهل، هل فعلا هشتغل، هل فعلا هيبقى عندي تطوير للذات في وقت قصير زي ما انتوا بتقولوا لي ان انا ممكن لو اتدربت فعلا يبقى في ايجاد فرصه عمل بدخل مجزي او دخل كويس اقدر ان انا افتح منه بيت، او اقدر ان انا استغنى عن السفر للخارج وان انا اقدر اخدم بلدي واخدم نفسي بجزئيه التدريب او التطوير. طبعا بنقدر ان احنا في فتره صغيره جدا نؤهل الشخص بالتدريب للحصول على افضل فرص عمل داخل بلده بدون اللجوء ان هو يسافر بره مصر. تمام. احنا عندنا الحقيقه دول حققت مكاسب اقتصاديه كبيره جدا من تطور في قطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، ابرزها الهند يعني وهي دوله ناميه الحقيقه. لو اتكلمنا عن مكانه مصر مقارنه بالسوق العالمي وصلت لغايه فين؟ هل الشباب اللي عندنا في هذا القطاع بيقدروا ان هم يواكبوا المنافسه المستمره في هذا المجال؟ خليني اقول لحضرتك انه ناس كتير قوي عندها فكره انه لازم ابقى انا خريج هندسه اتصالات او خريج حاسبات ومعلومات او خريج انفورميشن سيستم او كمبيوتر ساينس عشان اقدر ان انا ادخل في الكارير او في المجال ده، ولكن الكلام ده غير صحيح. اي حد حديث التخرج يقدر ان هو يعمل جويننج او يقدر ان هو يلتحق باي مركز تدريب من مراكز التدريب المعتمده لدى وزاره الاتصالات تكنولوجيا المعلومات ويقدر ان هو ياهل نفسه. واصبحنا في السوق المصري لو حضرتك بتقول دلوقتي مقارنه بالهند، لا الهند كانت تقريبا في غضون الاعوام السابقه بتتصدر رقم واحد في مجال تكنولوجيا المعلومات والنيتورك والاي تي، بس اصبحت مصر دلوقتي بتنافس الهند وبتحتل المكانه الاولى او المركز الاول في تطوير وتدريب وتشغيل الجيل الصاعد في مجال تكنولوجيا المعلومات. يعني ممكن اي حد خريج اي كليه يبقى مش شرط يقدر ان هو يبقى مبرمج او يشتغل في هذا المجال، يقدر ان هو يشتغل في مجال البروجرامنج او لغات البرمجه، يقدر يشتغل في مجال السي سي ان اي اللي هي سيسكو سيرتيفايد نتورك اسوشيت او مجال تكنولوجيا المعلومات والشبكات واحدث اجهزه سيسكو للتدريب العملي والنظري، لان احنا كمان بيهمنا مش التدريب الايثوريتيكال او النظري، احنا بيهمنا قوي ان يخرج الشاب من عندنا يقدر يواجه سوق العمل ويقدر لو في موجود معاه قطاع من الاجانب لا هو يكون حد بيقدر ينافس الدول الاخرى كوجوده داخل جمهوريه مصر العربيه كحد فاهم ودارس بشكل بروفيشنال نظري وعملي. طيب باعتبار ان دي لغه العصر وده سوق واعد وبيتيح فرص عمل كتير، نصايحك للشباب للاسر اللي هم يحطوا ازاي ولادهم على هذا التراك؟
لازم يستارت من سن صغير جدا. النصايح او الادفايس اللي انا هقدمها هو لحديثي التخرج من الشباب لازم يبتدي يشتغل على نفسه في وقت صغير جدا، بمجرد ان هو يخلص الجامعه هو مش اخر المطاف بالنسبه له ان هو حصل على مؤهل دراسي نهائي او الكواليفيكيشن النهائي او مؤهله الدراسي هو ده اخر حاجه في التعليم، لا بالعكس. احنا بنستارت اب ان احنا نشتغل على الخريج مجرد ان هو يتخرج، ان احنا ازاي نحسن عنده جزئيه السوفت سكيلز او البرزنتيشن سكيلز، ازاي يقدر انه يقدم نفسه بشكل كويس، ازاي يشتغل على نفسه في اللغه، ازاي يقدر يطور او ينمي مجالات التكنولوجيا المعلومات والحاسب الالي، وده طبعا طبقا لتوجه الدوله الفتره الاخيره، وازاي نقدر ان احنا نوصله ان يبقى بيحصل على راتب مجزي وهو لسه سنه صغير، مش محتاج ان هو يقدر يحصل على الكلام ده بعد فتره طويله او بعد ما يتعب مده كبيره قوي، لا هو ممكن من سن صغير. انصح الشباب بالتوجه للمراكز التدريبيه المعتمده من وزاره الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات، وفي منح كتير قوي بتقدمها الدوله، مش شرط كمان مراكز تدريبيه، في منح كتير قوي الدوله بتقدمها في وزاره الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات للحصول على السكيلز او المهارات اللي بتدعم كل شاب حسب مهاراته، دي بتبقى مهارات عقليه ومهارات مهنيه. صحيح. حسب كل حد بيتوافق معاه مهاره ايه فيقدر ينزل على وظيفه ايه بعد حصوله على التريننج او التدريب. هي دي بقى المعايير والشروط اللي بيجب توفرها في اي متقدم. شاب يتقدم لاجتياز هذه الدورات طبعا. هل بيبقى فيه قدرات معينه؟ هل في برضو شروط اساسيه لازم تبقى متوفره؟ طبعا في ريكوايرمنت احنا لازم بنمشي عليها طبقا للشروط اللي بتقدمها لنا وزاره الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات. لازم يكون متخرج من مؤهل دراسي عالي، لازم يكون عنده الاويرنس او الدرايه بجزئيه ان ازاي يبقى عنده سوفت سكيلز كوميونيكيشن سكيلز، يقدر ان هو يساعد مجتمعه ويساعد نفسه في ايجاد حلول سريعه لاي مشكله تقنيه خاصه بالحاسبات والمعلومات او بنظم معلومات او باداره الاعمال. مهم جدا ان احنا نعلمه التايم مانجمنت، اداره الوقت، ازاي يدير وقته، ازاي يقدر يساعد العميل في اي مشكله تقنيه خاصه باشز او بروبلمز او مشاكل خاصه بالحاسبات والمعلومات، او الدعم الفني ازاي يساعد العميل لو هو موظف جوه شركه اتصالات خد التدريب عندنا وقدرنا ان احنا نعده ونأهله انه يقدر يجتاز اي انترفيو او اي مقابله في شركه اتصالات، فازاي يكلل هذا بالنجاح وان هو يقدر ان هو يساعد الموظف او الموظف، ازاي يساعد المواطن العادي لو هو عنده مشكله في اي حاجه ليها علاقه بعطل فني، لان ده بيساعد جدا في تنميه المجتمع. ازاي ان حضرتك تقدر تخرج شاب مؤهل بلغه انجليزيه كويسه بمهارات او مكتسب سكيلز من عندنا خاصه بالبرزنتيشن سكيلز، ازاي يقدر ان هو يتعامل في البيزنس بشكل كويس وبشكل واضح سواء جوه مصر او بره مصر كمواطن مصري. طيب اخيرا لو اتكلمنا عن الاستثمار في هذا القطاع بشكل سريع جدا، بلغه الارقام وصل لحوالي 22% في عام 2022، السوق المصري يعني بقى اصبح مستعد ان هو يعني يستقبل هذه الاستثمارات في هذا طبعاً المجال؟ طبعا اكثر مجال فيه نمو اقتصادي وفيه نمو في الاستثمارات هو الجزء الخاص بتكنولوجيا المعلومات، لانه احنا بقى عندنا كوادر، بنخرج كوادر دلوقتي قادره انها تواجه السوق المحلي والسوق الدولي او السوق الخارجي باجزاء كبيره جدا، بانه الشخص المتدرب بقى دلوقتي واعي بالقدر الكافي ان يقدر ان هو يبقى مستثمر صغير او مستثمر كبير خارج جمهوريه مصر العربيه، او يخدم بلده كمواطن مصري او شاب متخرج عنده نضج كافي بمجال تكنولوجيا المعلومات. تمام. الحقيقه وقتنا خلص، انا بشكرك جدا دكتوره شيماء حسن خبيره الدعم الفني لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شكرا جزيلا. مشاهدينا انتهى حوارنا الاخير في هذا الصباح، وبكده بنصل لنهايه برنامجنا النهارده، واشكركم جدا على حسن المتابعه ونشوفكم على خير دايما ان شاء الله. تحياتي، الى اللقاء.